وكالعادة هنبدأ مع حضراتكم أولى فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة ACI الشحن المسبق، والتأكيد على أنه في ال 18 يوم اللي فاتوا كان إجمالي قيمة البضائع اللي أفرج عنها حوالي 3 مليار و700 مليون دولار. كمان رئيس الوزراء امبارح يا جمانة تابع خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بالإضافة أيضا إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت بخصوص تخفيض قيمة مستحقات برنامج تكافل وكرامة. تفاصيل كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه إجمالي البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 ل 18 فبراير الجاري حوالي 3.7 مليار دولار. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، وأكد مدبولي أن الاجتماع ده بيأتي من منطلق الحرص على متابعة خطوات التقدم في ملف الطروحات الحكومية، وأن التحرك في الإطار ده بيأتي في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية اللي بيتم اتخاذها. امبارح برضو تابع الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات والفرص الاستثمارية في محافظة السويس، ووجه رئيس الوزراء بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، بما يسهم في استكمال الجهود اللي تم تنفيذها في الملف ده. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص تخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي قرارات صدرت بهذا الشأن، وشدد على انتظام صرف مستحقات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة ليها دون أي تخفيض.